اذا ضربة خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. كرة الان عالية، تدخل عصام بدة، تعود الان لصالح فريق الوداد البيضاوي. كرة الان عالية، محاولة فابريس اونداما، الخطورة الان فاد الهجوم. فابريس كيبحث على الاختراق، يسجل. قلت بانه فخر الدين قام بتغيير يمكن يقلب المقابلة، فبعد ما كان كيلعب بثلاثة المهاجمين فابريس، ولكن قلت مع بداية الجولة الأولى وكذلك في الجولة الثانية بأنه الإمكانيات التقنية غادي تكون عندها فارق كبير خلال هذه المقابلة. قلت كذلك بأنه الوداد من أكبر الفرق اللي صبحت كتكمل المقابلة بحالة الطرد، فأكبر فريق لا أحد ينافس الوداد في حالة الطرد، وبالتالي أصبح متعود على إكمال المقابلة بعشرة اللاعبين. لكن ما قام به فابريس أونداما يمكن نقول بأنه قدم خدمة ممتازة لفريق الوداد، لأنه بعد